اقوى تشكيلة، احلى جمعية بوتو معاك 13 جول في فيديو جديد من سيزون لسيزون. فما على الاقل ملاعب مليجون يطلع، تعطيه جمعيته فرصته ولا انترنور يعطيه فرصته ولا كل مرة كيفاش. لكن السؤال تطرح، ينجم ينجح ولا لا؟ وعلاش من الاول كي ينجح ويضرب الباهي العوام اللي بعدهم ما عادش نسمع عليه شيء، وما عادش ما فما حتى خبر عليه. يا تدفن في جمعية صغيرة باش يمنع بقية كاريرو، يا يبطل الكورة يعلق صبات. ان جون معناتها نقول انا 16 ولا 17 ans جي في نهار يقول لي يلقى روحه في الكيب سنيور بتاع التراري التونسي وستار واحد باش يصير له وكل معناتها المخ يبدا يدور واحد. دونك اليوم نحكي معناتها ونشوف فين احنا اليوم. زاد فما دي جور معناتها مش لازم نجدوا على الاسامي، فما معناتها دي جور عندهم دي كاليتي معناتها انورم. يطلع سيزون 17 ans هوب يعدي عام سنيور عامين وبعد يمشي لكيب اخرى وبعد ما عادش تسمع بيهم بعد. انا خاطر فما بياسر من عبية كي يوصل لك الاونيفو كدا يكور وجو مريقل يولي يسخي روحو حاجة كبيرة وما عادش حد شي ينجم ينافسو. وهذيك الغلطة الكبيرة واللي خلت برشا من عبية يدفنوا وما عادش مريحتهم. اخت انتي اللي دخل كاريرو وحده الحيط. علاش عملنا لك؟ احنا تعب ضايع. بارك الله فيك بارك الله فيك ربي يكثر منك. عام 2007 وقتها كانت منظمة كوب دي موند أقل من 17 سنة، تونس كانت تشارك فيه بجنراسيون الدوخ. كان عنا ملاعب صغير فل صغير في الوسط خويا يعمل بون كيف بارك الله مستقبل تونس. الناس الكل بهتت كي تفرجت فيه. عاملين بعض افهم واحدة كانت جمعيته الأم طلعته سينيور صحوا له كونترا برو. أكثر من هكا أي جوار جون يتمناه جمعية كبيرة تصحح. شكون الجمعية وقتها كانت كلوب افريكان واللي ملاعب شكون؟ نور حضرية. لامين يمشي الكرة مرة ثانية، نور حضرية عمل لي ضربة، نور حضرية الرابع 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 ليه اللقطة، اختار الكرة لكن معاك يا نور ما فيش اختارة، اللي عنده نور حضرية ما يخسرش. من الناس ماذا تفهم كل شيء وتفهم الباقي، صح الكونترا منا عادة 30 مع الكلوب. ماهوش قاعد يكور ياسر، ماهوش ميخص حقه كامل. اي جوار كده ميكورش ماذا بيه يخرج يعاود ينسي مرة اخرى كاريرو. وذاك اللي صار، خرج من القلوب مشى للسيابي ومع السيابي خويا رينا نور حضرية اخر. نور حضرية ابدع مع السيابي خاصة لعمله اللي ماركي باث ديسيزيف كل شي عمله 68 ماتش وقتها 15 بونت. ناب عليه ربي وسهل عليه ربي مشي جمعية في الأوروبا. وين الجمعية بالضبط؟ في رومانيا اف سي بيترول، جمعية كبيرة في رومانيا بتاريخها وجهة باهية. علاش ليه ما ينجحش فيها؟ فيزيت ميديكال مشات مريقلة، الوراق مريقلين، صحوا الكونترا. لكن كل شيء يوقف، فما ديتاي صغير مازال ناقص واللي هو شنية. كانت الفيدراسيون بتاع رومانيا عندها شروط للاعبين اللي زيت خونجي. شنية الشروط هذي؟ لازم على الأقل يكون مكور مع الكيب ناسيونال ماتشوات معينين، واللي الشروط هذيا ما هيش موجودة عند نور حضرية. خاطر مع الكيب ناسيونال كور كان ثلاثة ماتشوات ثلاثة قعد فيها مع البنك. كيما اي عابد فاسخ كونترا منا بدل الوجه جملة واحدة وين مشي؟ مولدافي، بالذات في جمع اسم سبرنتا. خويا ملي مشي الغادي ما نحكي لكش الباقي، الريتم طاح كل شيء طاح، الضربات وكل ما كور شيء. فاسخ كونترا منا ارجع لتونس منا. ماذا بيه وقت رجع لتونس حب يعاود ينسى الكارير ويرجع ايامات زمان. صح مع سيابي الجمعية اللي ابدع فيها، لكن كما قلت لكم الضربات ما ساعدوهوش باش يعاود يتنسى مرة اخرى. واللي حاليا نلقاو يكور في الديفيزيون دو في تونس في جندوب، بعد ما كان جوار كنا نتصوروه المونديال اقل من 17 سنة باش يعمل كارير كبيرة، نلقاو توا في عمر 28 سنة يكور في الديفيزيون دو في تونس. الملاعب اللي من بعد مقتلهم مسكتو، هذايا قتله مسكته يسي، هذايا دخل كاريره وحده للحيط، هذايا هلك روحه وحده. من جينور المرسى يمشي للسيابي، 31 ماتش 3 بونتوات، مع كونتر اسبيرونس الشو اللي عامله من ساحة طويحت مع السيابي. أختها الاسبيرونس خويا لازم تجيبه، عملت كل شيء باش جابته عنده. ترانسفير قرابة مليار، فل صغير ترانسفير هذاك راهو افهم وحدك راهي نار تقدع في التيران. أبار جمعية الكبار الأخرين حبوا عليه، لكن في الأخر خذته الإسبيرونس وقت صحت معاه في جويلية 2013. كيف ترى الجانب التونسي؟
ومن غادي خويا وين بدات المشاكل وان شاء الله نوعيه الاحداث هذه بقطع النظر معنا على التفاصيل الواقعة في حد ذاتها معناها ان شاء الله نبعد عليها وان شاء الله معشره منها وربي يهدي كما يقول قولكش العقوبه شنو هي ما قولكش اما اكيد فما جرعه يا اخي اللي باش تقوم بيه ترجع للكرسي لانه كي جوار ترانسفيرك وعيني تتحل من مشكله لمشكله ولا هاي مره موتور مسروقه وتوقف على 3 ايام هاي مره قضيه تعزتله كما نعرفوا الجمعيات الكبار الامور هذه ما تساعدهاش خاطر يقعد يحكي ياسر عليه في البريس وماذا بها اقل مشاكل الجمعيات الكبار في 2015 كما نقولوا حبت تخلص منه بعثته بريل لحمام نلف مو غادي يمشي ترانسفير وقعد غادي العام الاول تعدى مريقل الثاني كيف كيف الثالث روبلوت عاود ارجع وين كنا ارجع من الصفر للمشاكل وكل شيء حتى كونترا بتاعه كيوفي من با حبوا يجدوله قعد عوايم ظهري ولا اقل من عام يكورش في جمعية حاليا يكور في بن عروس بعد ما كنا نتصوروا ترانسفير خلات مليار ونيفو يتيح ياسر نيفو اقل برشا من اللي كان فيه 9 سنين مع السياسيس 9 سنين شد منهم كابيتان كيب ناسيونال 12 ماتش 2 بونتوات نتيجة وهي الإعادة ممتازة التصويبة ممتازة رائعة بفنيات المهاجمين اللاعب فتح الغربي عدل النتيجة شوف الامتياز في المراوغة والامتياز الأكبر في التصويب في الزاوية الفارغة على أي جوار يتمنى الحكاية ذي فماش كوم يتمنى إيش أنت ما تتمنى إيش حاجة هكا كابيتان في السياسيس كور مريقل على الاخر يكيب ناسيونال اش تحب اكثر من هكا اخوي كان نتذكروا العام اللي جا سليم الرياحي وحط الباكو على برشا جواريت اتجابوا وحديد وهك جواريت قد البطاطا منهم كان من جواريت هذوكم فتح الغربي خرج من السياسيس مشى للكلوب افريكان مش هذيك ما كانتش جمله ما قعدش يسر مع الكلوب فسخ الكونترا وتعارك معاهم كما نقولوا عاف الكورة بطلها قعد دعوة يمين تشد الدار ريكش على روحه العام الثاني قعد يخم وهديه ربي وخم باش يعاود ينصي كاريرو صحيح خم مع جمعية صغيرة لكن العواية ملول معاه نجح كانت قرخنا من قرخنا طاونا القوة في الرالوي كور مريقل ان شاء الله ربي معاه في القيم هذي تو اخر ملعب 4 ملعبية يزدي ان شاء الله الفيديو الجاي يكونوا اكثر نوعدكم الملاعب هذي قتلهم وسكتوا هذي اصغر جوار يكون في الدربي جوار يكون اقول عليه ميسي تونس باش يطيح على المساكني والحمروني وكل مع بعضهم بعد الكاليتي اللي عنده اللي دوخه خاصة الترانسفير متاعه من الاسبيرانس لهوفنهايم مليار فوق المليار 17 سنة ترانسفير فوق المليار لك اخويا اعرف وعدك الباقي يا جمعية من ألمانيا تعمل لك ترانسفير هكاك مو شوية جملة هكا مشى لألمانيا تحسن السيكاليتي ولا خير تعلم لي باز الكورة على قاعدة غادي مع الجمعية الثانية في 12 ماتش مارك 4 بونتو كور مع قرن 19 سنة أما الجمعية بروفيسيونيل ما عطتوش فرصته واللي كان السبب باش يخرج من هوفنهايم وقتها جور لجون تاعو كلي حاب يودو بحاجة هزو لسيابي سيابي مشيت رينا تراح باهين وتراح خايبين كما اي ملاعبي لكن كيوفي الكونترا تاعو يزي قال يزي ما كورت 24 سنة ولا 25 سنة 24 سنة يزي على قصبات ما عادش عينو بشي كور عافا الكورة في تونس وبر بطل الكورة على قصبات في عمر صغير بعد ما كنا نتصورو اللي عمره 17 سنة وصغر ملاعب يهبط في دربي كل شيء انه عنده مستقبل كبير خاصة كي مشى لألمانيا نلقاه توا معلق صبات وشد الدار نورمالمون يزي طولت عليكم شوية على غالب هذوكم هم عطيتكم شوية ملاعبية اللي كنا نصورهم باش يعملوا كارير كبيرة ما سهلش ربي لقيناهم توا يا في الديفيزيون 2 يا اللي معلق صبات يا كل واحد وحكايته توا الحكاية قعدت كان عليك انت الباقي ماك تعرفوا شناهي تعرف شنو باش تعمل بالضبط انا ما عليك انا نقول لك بوتون نشوفك في فيديو اخر في لامان على peur on connaît pas le danger c'est pas le premier œuf qu'on enterre j'aurais jamais peur de l'être humain